أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين القائمين ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مخاطب نبيه العظيم عليه افضل الصلاه وازكى التسليم من رب العالمين: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقوا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. الى ان يقول سبحانه عز وجل في حق الفقراء الذين يعني لهم شرف ولهم مكانه ولهم يعني عظمه ولهم شخصيه لا يتسولون ابدا ولا يمدون ايديهم للناس ما يروحوش. الله تبارك وتعالى يقول: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعريفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ما يبقاش يعني يجيب كل فترة مليون من هذه جهلة الله. شوف الإنسان الله تبارك وتعالى مدحه في القرآن العظيم للفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله لا يستطيعون الأرض في الأرض لا يستطيعون الاستجابة لمن تجر يحسبهم الجاهل بحالهم ماهوش عارف أغنياء لا من التعب ما يسألش الناس يعني عندي مسكين عباية قية قانع بالشدة قال الله تبارك وتعالى وقيم العيال لله تبارك وتعالى يعني عنده قوت عام أو أكثر في الاحتمال على الليل في الاحتمال يعني من هذا نشوفه بيضمون يعني في الشوارع وكذا سرعة عن هذا وسرعة عن هذا وسرعة عن هذا حتى يموت يخليه. تعالى الله تبارك وتعالى حينما فرض زكاة الفطر حينما عفوا زكاة الأموال حينما فرض الله تبارك وتعالى زكاة الأموال كما تعلم يعني 25 مليون زوج ونصف مليون وفرض زكاة الإبل وفرض زكاة الغنم وفرض زكاة البقر بعض المنافقين ربما كان من قال هذه جزية يعني ضريبة دنيا. الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه فقر متحير وكأنه اهتم لهؤلاء الذين أرادوا أن لا يدفعوا الزكاة. فقال الله تبارك وتعالى للرسول متقين الله: ليس عليك هداهم مشيت للتدين بطريق مستقيم. تعاهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تعرفون يعني لأنه عاش يتيم من هو الذي كفله جده عبد المطلب. وحينما مات جده بعد ما بقى يعني 6 سنوات مات جده عبد المطلب من هو الذي كفله؟ عمه ابو طالب. ابو طالب والد سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو اللي كفله وكان يفضل على يعني لولاده كان يعني كما تعقل يعني شيء بنفوسنا كان يعني لكل انسان هو غني ولباس وشخصيه الفرش ولا يعني في الحرم وهل في هذا الفرش في هذا الفرش في هذا الفرش ولا عم على ذنب. فكان ابو طالب جعله فراش في الحرم يحترمه حتى تعمل معلومه وهذا في الفرش. يجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو صغير ما فيه مازال ما درش عليه في السنوات يقعد فوق الفراش يقول اتركا يقول لهم ابو طالب اتركوا ابني فان لابني شانا عظيما. خلوه يعني هذا الابن راح يجيب مكانه. ولكن لم يدخل في الاسلام ابو طالب ما راش يدخل في الاسلام حينما كبر ومرض واشرف على الهلاك رسول من كيف شعبنا بأرباحة بمثابة أبيه يموت على الكفر فكان يذهب إليه لزيارة ويقول له الرسول: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله قل كلمة غير كلمة
عن الإسلام أبداً مقصد باش يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنانية وعنادة خوف من أن يقول لكفار مكة بأن أبا طالب مات على غير دين أبيه. لهذا ما قصد يقول لا إله إلا الله رسول بما شفع الله تبارك وتعالى موجود قال ربي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين موش كان يهديك. فلهذا رسول الله تبارك وتعالى قال رسول ليس عليك هداهم شي كان يهديك يعني مش كل يهديك الله سبحانه عز وجل. فمن يريد الله أن يهديه ماذا يعني؟ يشرح صدره بالإسلام في الله تعالى أراد هدايته في طريق مستقيم كأنه مستحسن ويعني يتمكن فيه الإسلام وتنفع فيه الموعظة ويعني يسمع الآية ويسمع لحديث الرسول ويسمع النصيحة. أما بعض الناس يعني والله كما قال ربنا تبارك وتعالى يعني ولو كان تقرأ عليهم الزبور والتوراة والإنجيل وصحف موسى وصحف إبراهيم والقرآن لن يؤمنوا أبدا لن يؤمنوا في يد الله تبارك وتعالى لما دام أنهم سبقت شقاوتهم. إن الذين حقت عليهم كلمات ربي لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا عليها. إن الذين حقت صحبتهم الشقاوة في يد الله تبارك وتعالى كلمة ربي لا يؤمنون ما يأمنون ولو جاءتهم كل آية علامة تدل على وحدانية الله على قدرة الله على إرادة الله على أنه المحيي المميت المغني المبقي المعيد المدر ما عليك من أمنوش حتى يروا العذاب المديد. ها أنتم إذا رجعنا إلى التاريخ ورجعنا للقرآن العظيم ننتظر الآية الكريمة يعني كفار مكة طلبوا سيدنا رسول الله قالوا إذا أردت أن نؤمن وأن نصدق بك بأنك رسول هذا الأمر لم يبلغ عليك بل أبي قبيس لأن الرجل تعرض قبيس إن شاء الله لمن شاف يمشوا يشوفوا يعني يطلع عليه يكتب علامة القرن على البيت وجبل عالي. إذا أردت أن نؤمن بك فاجعل هذا الأمر بلغك يقسم هذا الأمر فرقة فرقة تكون وراء الجبل وفرقة منا يعني ما تجيش بالكعبة. الله تبارك وتعالى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أطلب الله سبحانه عز وجل بأن يعمل له معجزة وهو أن القمر يشق وينقسم على فرقتين فرقة وراء الجبل وفرقة الضلع على الكعبة وقع 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 هنا وقع بشر اقتربت الساعة وشق القمر شق القمر خلاص هاي فرقة من هيك وفرقة من هيك وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وإن يروا آية هذه الآية على بلو تعي على الدم فهو القمر شق على فرقتين فرقة وراء الجبل وفرقة تطير على البيت قالوا هذا سحر مستمر يعني سحر دائما وكذبوا واتبعوا أهواءهم فلهذا ما تبارك وتعالى قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء حتى قال الله تبارك وتعالى وما تنفقوا من خير يا شربي الأجر تاعه ما يمشيش ربي ما مش محتاجكم ما يمشيش الأجر لراسه فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينه أجره بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا فلنفسه مش بتاعه ومن أساء فعليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى كل واحد مشترك يعني أنت غدوة بما تقول أيها الأخوة الكرام ما هوش الصلاة بتاعك ولا الزكاة ولا الصيام بتاعك ولا حجة ولا كذا ينفعك وأنت كنت فاسد وكذلك إذا كان الآن فاسدا غير مصلي لا يقارب أي شيء فلا تنفعه العمل الصالح بتاعك أبدا. لهذا الله تبارك وتعالى أيها الأخوة الكرام دائما وأبدا يحذرنا ويقول يا أيها الناس شوف الناس ما قاس يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الناس كفار أو المؤمنين، لأن رفضة الناس تشمل الكافر والمؤمن. اتقوا ربكم، علاه اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيء. هذا نص القرآن، ماهوش كلام الرسول، ماهوش كلام زيد، ماهوش كلام يعني الرعال، هذا كلام الله تبارك وتعالى. واخشوا خافوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود الابن عن الوالد ابدا، حتى واحد ما ينفع الاخر. لهذا لازم الانسان يتقي الله ويخاف الله تبارك وتعالى. ها هو الخط الرباني، الخط الرباني بتاعها تروح تخرج يعني كعب يقول لك يعني مثلا من بلد يقول لك لا يعني من داجه ما منعش براس صغير يقول لك يقول لك لا زي معناها خدمه خدمه على كعب ما يصدقه. لماذا خاتم الله تبارك وتعالى كتابه الكريم قران عظيم 60 عيد 114 سوره، ما هي الآية التي اجعلها كالخاتم الختام احكم بها بطاقيش القرآن؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أن اجعلها به الآخر. آخر آية نزلت بالقرآن العظيم على رسول الله بالنسبة إلى الذين ينزلون، واتقوا يوما خاتم ترجعون فيه إلى الله. هل منا احد يسال نفسي ويسالكم كاش واحد يا عم شيخ ما يرجعش ربي؟ كيف؟ سواء كان كان حتى الكبير حتى الملحد وراح عارف اني لابد كي يموت. فلهذا ما تبارك وتعالى قال واتقوا خافوا يوم ترجعون فيه الى الله. حينما ترجعوا الى الله بمعنى ترجع لا ترجع ينفعك ولدك، ينفعك زوجتك، ينفعك مالك، يعني ينفع سيادتك بيتك يعني السلطة اللي عندك وغيرها. واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ما عملت وهم لا يظلمون. فلهذا أيها الأخوة الكرام كل واحد منا يحاسب نفسه، يفحص نفسه كطبيب بماذا يرجع وبماذا يلقى الله تبارك وتعالى. لا بد من عمل صالح حاسب وانتم سابقون قبل ان تحاسبوا. هكذا قلنا سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، قبل ما يحاسبكم الله تبارك وتعالى. اجعل الحساب جراد حتى تنتع السجين السنوي، راح عندك سجين سنوي راح نسجل فيه ماذا عملت من الحسنات وماذا عملت من السيئات وماذا فعلت وماذا نطقت من كلمات الخير او كلمات الشر وماذا رقصت يداك وماذا عملت رجلاه اين ذهبت وماذا اكلت بطنك وهكذا وماذا نظرت عينك. ولهذا ايها الاخوه الكرام علينا ان نراجع انفسنا. ولهذا تبارك وتعالى قال وما تنفقوا من خير فلانفسكم، يعني تنفقوا سواء المال لما ينفع الاخر يرجع لك أو يعني عمل صالح، صلاة، صيام، زكاة، حج، يعني الأجر دم ليش؟ فهوش تزيد من العمل، فاحتمل نفسك تخدم على ربك. فلهذا يلزم الإنسان أيها الأخوة الكرام أن تقرأ الله وخاف الله تبارك وتعالى. فلهذا الله تبارك وتعالى قال: وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذا هنا يعني بتقاسيه. هل هذا ما تبقى هذا المال يعني تخرجه قصدت به وجه الله او قصدت به الرياء او السمعه؟ شوف لا، وما تنفقوا الا ابتغاء وجه الله. ماذا تطلب من نفقتك او من اي عمل؟ ما هوش من نفقات المال حتى من نفقات البدن. اذا انت تصلي او صرت يعني مثلا كما الناس اللي ربي راح يهديهم يصوم الاثنين والخميس وربما يصوم راتب وشعبان، يعني شوف النية تاع الله يا ترى. هل قصدت تقرب من الله؟ هل قصد رحمة الله ورضوان الله؟ أم هل قصد بأن يمدحه الناس ويقولون فلان يصوم رجب وشعبان ويجيب العمرة ويحج كل عام؟ إذا كان القصد بتاعه باش يتم وإذا كل هذه الأعمال أباء منفورة لا خير فيها ولا أجر، بل ربما تكون وبال عليه وعذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلهذا الله سبحانه عز وجل قال: وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله.
وما تنفق من خير ما مقبول عند الخير مال، لان الله تبارك وتعالى اسم المال خير، اسم المال خير. فكل انسان منهم ان ترك خيرا لذلك ترك خير الوصية لوالد والقريب، معنى ترك خير مال. فهذا المال اما ان يكون خيرا واما شرا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاذا انفق صاحبه لفعل الخير كما قلنا يعني عدة مرات، راه جاي رمضان يتفكر الفقراء والمساكين واليتامى ويتفكر الجيران، قال يعني غدوة رمضان باش يصوموها، باه يصوموا، يروح يكرهم سرا سرا، ماهوش كما مع الناس يديرهم يعني كورة غير بدار دار 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 تبيع خمسة له ولا عشرة، لا، لا إنسان مكتوب وما تنفقوا بخير يوفى إليكم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ما ينقصكش ربي يزيدك، ماهوش ينقصك يزيدك. إذا أنفقت 100 يعطيك 10، إذا أنفقت 10 يعطيك يعني الملايين، إذا أعطيت حسنة يجعلها لك 10، أعطيت 10 يجعلها لك 100، جعلت 100 يجعلها لك 700 وهكذا. لهذا أيها الأخوة الكرام، أن يكون عملنا خالصا لوجه الله سبحانه عز وجل، ودائما نجعل نصب أعيننا قدامنا، دائما نشوفه نتذكر هذا اليوم اللي نرجع الى الله سبحانه عز وجل، وتكون يوم ترجعون فيه الى الله لمن نرجع ربي، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما كسبت ما عملت، وانتم ما كنتم تسمعوا لها، ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. اذا كسبت الخير عملت الخير لها، وإذا عملت الشرع عليها، هي اللي تأذن بك، هي اللي تواخر بك، هي اللي تعذب عليك، هي اللي تحاسب عليك، ماشي حاسب اللي حاسبك زيد ولا عمرو ولا خالد ولا أبوك ولا أخوك ولا أخوك، كل واحد كما يعني مثل الداجي يعني نعرفه، كل واحد يقول كل واحد يتعلم، كل ماشية يتعلم مرجلها، كل ماشية يتعلم مرجلها، كل واحد يحاسب على عمله. ولهذا الله سبحانه عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم وطمأن الرسول وهدأ الرسول باش يستقر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقون من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ها هو شو؟ جعل الله تبارك وتعالى الفقراء الذين أحصروا، ما أحصروا منعوا إحصار ومنف، منعوا من السفر باش يخرج عليه ويروح يتجر ولا يفتح الأرض، خلاص الفقر حصر، الفقر عدو، العدو الأكبر هو الفقر، ما يجيبش كاين ناس مسكين ما يقدرش يخرج حتى من داره، إذا كان عنده ديون، ويسال زيد، ويسال عمرو، ويسال خالد، وين يخرج يهرب من الناس يبلع على روحه. فلذلك تبارك وتعالى قال للفقراء الذين أحصروا حصرهم الفقر ومنعهم من السفر من الضرب في الأرض، باش يطلبوا يقينا يشوفوا يحصلوا على الفقر تاعهم، قال لا يستطيعون ضربا في الأرض، سفر في الأرض ما يستطيعوش مساكين، ما عنده شيء دابة يكفي، ما عنده في مكان الوقت، ما عنده جمل، ما عنده فرس، ما عنده مال، ما عنده صحة، لا يستطيع الله بلع مرض مزمن كما تعرفوا بعد الزمنة يدور مال معه ويعور يعني ما يخرج بلا يدين، لا يستطيعون ضرب في الارض يحسبهم جاهل اغنياء من تعب، ما يجيش ما يقصدش جارك ما يتعطلش عليك ويقول لك انا بيت بالشر، انا بيت ما عنديش فاهم نتعشى ولا يتعشى اولادي ولا يعني زوجتي ولا لا، ولكن لا احد يبالي بهؤلاء ايها الاخوه الكرام. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم حصر الايمان في ثلاثه اشياء، الرسول حصر الايمان جعل الانسان كله يؤمن ثلاثه اشياء، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جانب. هيا نفكر نشوف هل هذا الحديث تاع الرسول حديث صحيح؟ من كان يؤمن يصدق بالله بوحدانية الله وبرسالة سيدنا محمد ويصدق باليوم الآخر، لا بد من الموت، لا بد من الحساب، لا بد من العقاب، لا بد من الوقوف أمام الله، لا بد من رضاة القبر،
تسمعت في اليومين يعني مثلا بعد المتنطعين بعد المتنطعين والعياذ بالله الذين يدعون العلم متعلمون قال ما كان هذا المطر قال راح تشيش كل الذي قال لي الولد الصغير يعني يضمك وحده ويعني الاعلام في الهجره او كذا مع ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول لو نجا من ظلمة القبر لنجا منه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. سعد بن معاذ حينما مات ويصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا الرسول يمشي عليه بسياسه شيء منا وين يحط رجله وين يحط سعد الصحابه ماذا وقع عليك يا رسول الله؟ كيف راح تمشي؟ قال لانني لم اجد مكانا اضع فيه قدمي بكثره الملائكه التي نزلت تصلي على سعد بن معاذ. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الملائكه له الارض معمره من ماذا يحط قدمي يعكس على ذلك؟ نزلوا يصلوا على سعد بن معاذ. تقدم الرسول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. العرش بتاع الرحمن تبارك وتعالى اهتز لسعد بن معاذ. ومع ذلك قال الرسول لو نجا من ظلمة القبر احد لنجا منه سعد بن معاذ. يقول هذا الملحد ما كشف هذه ظلمة القبر. فأنا أقول تبارك وتعالى يقول في القرآن يثبت مع الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحياة الدنيا وشاهد في ظلمة هي بعد ما يعني الدفنون ونصروا التراب ونختاروا الروح حين الملكان يحضران زوج حين حتى قال الرسول يسمع آخر معنى آخر معنى سمع البيت ترجع الروح للجسد ويبعد عليك ما هو وينزل يعني ملكان ويسألوا أول سؤال ما ربك؟ ما ربك؟ يا هذا يا إله المؤمن يا هذا المؤمن أو يا هذا الكافر أو يا هذا الملحد ما ربك؟ إذا يقول ربي وربكم الله ربي وربكم أنتم لكم تسألوا الله تبارك وتعالى ويسأل ما دينك؟ ما هو الدين بتاعك؟ إذا يقول دين الإسلام دين الإسلام حتى يقول وأنا إمامك. إذا كان قال تبارك وتعالى يقول إمام القرآن عظيم فهؤلاء تبارك وتعالى في مخ الكرام يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة يقول إذا ربك ربي يعطيكم حجة لا ترد بهجوم يعني بهجوم ملكين وهؤلاء يقولون يعني مكاشف والله حتى شوف سمعت يعني في قناة أنا جزائري وأرى عالمي شوف هل الشباب من دور يهتموا يهتموا الطريق المستقيم يقول على لساني وسمعتها بأذني ورأيت جماعة يذكرني كل من بكر في العاصمة يجوا قدام جامع قبل يعني صلاة الفجر اللي يجي يصلي ويقرأ ويقول باي صلاة الفجر باي صلاة هذا الإمام هذا ما يقرأ هذا يقرأ قنوت صلاة لا تصح ولا أخبر الناس هذا يقرأ قنوت يقنط ومن يقرأ قنوت هذا صلاة الدعوة باطلة لماذا الهجرة يا بلال فكيف هجرتنا؟
فرجع سيدنا بلال من خلع للمدينه، وحينما دخل المدينه وقال الله اكبر سمعوا كل يعني كل الصحابه كل سكان المدينه ليله خافوا كل الناس. حينما وصل محمد صلى الله عليه وسلم ما استطاعش يكملها وغشي عليه. هذا يجي انسان يقول المسلمين يقول على حسابه يعني مثلا من ماليش عارف من صعيده وروح من الصحراء وكذا وكذا وادرار وسيد وكذا كل صلاه مرضى هذه المره يصلي بها مرضى على خاطر كاع كفر. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ربي يا رب شكرا يا ربي يا وإنما ينتهي محببا ننشر في كلام الله تبارك وتعالى شطارتي ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. مش احنا اللي مشدود نطلب الله تبارك وتعالى يهدي. هذا فساد، هذا فساد في الدين. هذا المرض، هذا المرض يعني اللي ما عندوش دواء مكاسب ودواء ابدا يعني نوصلوا لهذه الدرجه ونقول اللي سيدنا قال قولوا صلاه فاطمه ويقول لي هو رسول يعني صلاه لا تصح وراءها لا نعرف لا شنو صمت وصلنا له في مصيبه بشجاعه عظيمه وما نشعر في هذا الاباء يعني اذا صلى في اقرب كل هذه الامور يعني الليل من تحت الاداء تربيه تاع العائله مثال طرق العيال والبث ليسكن ليامر ليؤمن ليدفع ليدعي الاسلام ليولي عالم للمفتي ليدفع ولا واحد يلعب قدامكم ولا الاب ولا يعني العم ولا الاستاذ ولا غيره الحلم على الغايه يكون في مكان في مكان يعني الصحابه رضي الله تعالى عنهم كان يروح عيسى يروح لعبد الله بن مسعود يقول لا انا لا استطيع يروح لعبد الله يقول ابن عباس يروح لكذا هذا يسلم من هذا هذا يسلم من هذا حتى اخر المطاف يجروا عن ابن عم الرسول وهو عبد الله بن عباس يقول يرجع لابن عم الرسول وحينما يفكر بعضهم شكل يجعل المفتي هذا سائل يرجع عبد الله بن عباس حينما يرجع يخبر عبد الله بن عمر ويخبر عبد الله بن مسعود ويخبر عبد الله بن زبير قال له ابن عباس الشقر يقول نعم لا ليس في ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا يا رب يا الشباب يا رب يا الشباب يا رب يا الشباب ووفقكم لما تحبه وترضاه اللهم وفقكم لما تحبه وترضاه اللهم تب علينا اللهم تب علينا خير الدعاء الذي يدعو به الله سبحانه عز وجل هو الدعاء الذي ختم به الله سبحانه عز وجل سورة البقرة تسمعوها دائما ابدا ندعو بها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا عن قوم الكافرين انصر المسلمين عن الكفار انصر المسلمين عن اليهود انصر المسلمين يا رب على انفسنا وعلى شياطين اللهم انصرنا على انفسنا اما عن السوء انصرنا على بعض الشياطين واجعل اخر كلمه في الدنيا نلقاك عليها لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما بارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا محمد 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 وعلى ال سيدنا